to our guests coming from different countries. ضيف الله ندور مندوب وزارة السياحة جهة الداخل والذهب. وزارة السياحة ممثلة بالمندوبية الجهوية بالداخل والذهب، هي يعني في اللجنة يعني التنظيمية لهذا المؤتمر الدولي، بحكم يعني موضوع هذا المؤتمر الذي هو مؤتمر يتم بصفة خاصة بالتنمية السياحية وآفاق خلق وجهة سياحية يعني متخصصة في السياحة المستدامة، ولكن بنموذج جديد، نموذج فيه الكثير من الإبداع والكثير من التجديد والكثير مع من يعني الملائمة مع متطلبات وليطوندونس أي توجهات السوق السياحية على المستوى العالمي. السيد وزير السياحة يعطي أهمية خاصة لهذه المنطقة لأنه زارها عدة مرات، يعني هو يعني في اتصال دائم معنا مندوبية السياحة من أجل متابعة الشأن السياحي بالمنطقة، ويعني وهو لا يتوانى عن مدنا بأي مساعدة وبأي يعني دعم من أجل تحقيق يعني الدور المنوط بوزارة السياحة في هذه الجهة. أهم المحاور اللي غتناقشوا أهم المحاور التي تناقش خلال هذا المؤتمر هي الربط الجوي، والتذكير بأن السيد وزير السياحة يعني أشرف شخصيا على تعزيز الربط الجوي ودعمه يعني وربط الداخل بمختلف الوجهات الوطنية والدولية. الداخل الآن الحمد لله توفر على ربط جوي مباشر مع باريس، تتوفر على أكثر من 20 رحلة أسبوعيا إلى مدينة الداخلة، إلى مدينة الدار البيضاء، ربط كذلك مع أكادير عبر العيون، والحمد لله احنا وكذلك ربط جوي مع مراكش وطنجة عبر مراكش. هذا مجموعة الحمد لله من الأوراش اللي فتحت غير مؤخرا واللي استجابت فعلا الطلبات يعني الملحة للمستثمرين السياحيين على مستوى الجهة، وهي فتحت لنا كذلك آفاق و يعني دي زوبورتينيتي فرص من أجل خلق يعني عرض سياحي جديد واجتذاب وجذب يعني سياح وزبناء جدد للجهة. المحور الثاني سيناقش هو مسألة توحيد الرؤية من طرف مختلف المتدخلين حول شأن العمران، يعني شأن تعمير في الجهة، لأن يعني الجهة هي جهة يعني في بداية نموها، لذلك توجب أن نخلق هوية عمرانية لهذه الجهة، وذلك يعني عن طريق جمع وفيدراسيون يعني جمع كافة المتدخلين في الشأن العمراني من مهندسين معماريين وكذلك من فاعلين إداريين ومتدخلين على مستوى الجماعات في الشأن التعمير، من أجل بلورة هذا النموذج الذي سيعطي جاذبية خاصة للداخلة وسيعزز جاذبية السياحية كوجهة متميزة ومتفردة بمنتوجها المعتمد في الأساس على الجمالية وعلى جمال الطبيعة وعلى اندماج المحيط الطبيعي. عزيز السيد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والسياحة في الداخلة، على هامش تنظيم الندوة الدولية حول السياحة المستدامة، حول موضوع الابتكار في الوجهة السياحية والمنتوج السياحي، نقيم صبيحة هذه اليوم مائدة مستديرة حول موضوع ما هو نوع المنشآت المدنية الملائمة لوجهات الداخلية، وذلك بحضور خبراء ممثلين عن وزارة السياحة، مهنيين في مجال الخضار أو مجال البيزاجيست، وكذلك مجموعة من المدراء لفنادق موضوع أساسي مهم هو ما هي المنشآت الفندقية التي تتماشى مع طبيعة هذه المنشآت السياحية وكذلك مع طبيعة ونوعية السائح المنشآت الداخلة، وهذا أساسي هو الذي يفرق بين المستديرة هو مجموعة من التوصيات يمكن العمل بها مستقبلا، وذلك ما هي المنشآت الفندقية التي ممكن أن تساهم كذلك.
التسويق التي تجرى للشركات الداخله، وكذلك لتكون يعني كوجهه مميزه بمنشاتها الفندقيه، يعني هذا طابع مميز لوجهتها.